طيب قولوا من بدري كده. كابتن حماده طلبه بنفسه معانا على التليفون. كابتن حماده منورنا. الله يخليك يا استاذ شادي، عامل ايه؟ ليك انت وحشه اللي عامل والله، ايه؟ والله ليك ليك وحشه. وحشه. اخبار صحتك ايه؟ انا الحمد لله تمام، انت امورك والله كلها ليك تمام؟ وحشه. عامل ايه؟ كنا بنلتقي على الطياره بس. ربنا يخليك يا استاذ شادي، عامل ايه؟ كل امورك تمام؟ والله في نعمه الحمد لله. ايه رأيك في قائمة كيروش واختيارات كيروش؟ والله القايمة ما اختلفتش كتير، يعني هو مركز على الناس اللي كانت معاه موجودة معاه، يعني الفترة اللي هي كانت في أمم أفريقيا. هو راجل صراحة ذكي جدا، يمكن دخل على القائمة عمر جابر عشان يقدر يتحمل، يعني واحنا شايفين يعني المباراة صعبة جدا، يعني مباراة كبيرة، وإن شاء الله تكون بإذن الله المباراة هنا في مصر هتبقى مباراة مهمة جدا جدا زي ما حضرتك بتتكلم. لازم يكون فيها تركيز عالي جدا جدا، دي اللي هتحطك ان شاء الله على بدايه الطريق. اتمنى اللعيبه اللي تكون مركزه، والمباراه تكون في وسط جمهورك، يعني ان شاء الله يكون الاستاد كمان في جمهور كتير، يعني اتمنى اللعيبه تكون مركزه وما تتحطش تحت ضغط. المباراه ديت مش لازم زي ما انت بتقول تحرز اهداف فيها كتير، لا لازم تكون هادي. ومباراه بصراحه هتبقى مباراه صعبه، انت كمان منتخب السنغال انت لعبته ولعبته النهائي، وهو اخذ منك البطوله، هتبقى مباراه فيها ضغوطات وفيها صعوبات كثيره جدا. اتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. كروش مدرب ذكي، عاوزين زي ما احنا بنقول زي ما اتكلمت قبل كده قلت لك لازم نصبر عليه، وبصراحه الراجل لا عمل بطوله كبيره واحترق والناس كلها احترمته، وبصراحه جاب لعيبه كتيره جدا لمنتخب مصر زي عمر كمال عبد الواحد، صحيح وجاب مهند لاشين منعم. وغير احمد رفعت ومحمد عبد المنعم، عمل بطوله كبيره جدا. لا اتمنى له ان شاء الله التوفيق باذن الله. ان شاء الله. شايف مين اللي هيكون حارس مرمى في الماتش ده يا كابتن حماده؟ والله انا شايف الفتره اللي فاتت طبعا ابو جبل كان عليه ضغوطات كتيره جدا الفتره اللي فاتت ديت، ابو جبل جون كبير و ما شاء الله، يعني عمل بطولة حلوة برضه، بطولة كويسة جدا. بس أنا شايف الأقرب اللي هو الشناوي، محمد الشناوي قريب بشكل كبير جدا. الراجل الفترة اللي فاتت كان بيلعب بشكل أساسي، معلهوش ضغوطات، ما فيش حد في الإعلام، يعني الإعلام كان بيهاجم أبو جبل الفترة اللي فاتت شوية، جمهور الزمالك كان زعلان من أبو جبل، يعني أبو جبل محطوط تحت ضغط. أنا شايف الفترة ديت هيبقى محمد الشناوي هو اللي موجود. تمام. طب انت كنت شايف ان ممكن حد ينضم زيادة يعني، او في المنتخب، او انه شايف انه في لعيبة ما انضمتش كانت تستحق انها تنضم؟ لا والله الراجل راح الماتشات كلها بتاعت الدوري، وكان موجود الجهاز كله موجود، الجهاز كله كان موجود وبيختار، يعني شايف الاقرب اللي هم الناس اللي كانت موجوده معاه، وهو عارف امكانياتهم وعارف ولعبوا معاه وشافهم وكده. زي ما بقول لك هيخش عنصر ولا عنصرين، زي مثلا دخل عمر جابر كان بيأدي بشكل كويس جدا مع بيراميدز، انا شايف اللاعب كويس وكان ممكن قدام شادي دوت فراوده كويس، ده مش هيحكي بتاع صراميل لعيب كويس جدا وغيره كويس. يعني الراجل ما حطش على القايمه حاجه كتير، يعني اللعيبه اللي ادت، يعني مثلا ناصر موجود، ابراهيم عادل في القايمه الاحتياطيه، الناس كلها اللي بتقدم بصراحه انا شايف الراجل يعني ما ظلمش حد يعني. يا مسهل، المهم ان احنا في الاخر بس الماتش يعدي على خير، او الماتشين يعني، ونصعد كاس العالم. والله ان شاء الله نوصل من هنا، يعني ان شاء الله نعمل مباراه كبيره هنا ان شاء الله، دي هتحطنا على اول الطريق باذن الله. انا بس بقول للمنتخب ان شاء الله ان شاء الله، انت بتلعب ماتش في ملعبك، وزي ما بقول لك دوت الفرقه دي اخذت منك بطوله امم افريقيا، ان شاء الله يكون ان شاء الله احنا مركزين ونوري منتخب مصر ونوريهم ان احنا منتخب مصر ان شاء الله، ونوصل كاس عالم. ربنا يعين لك خير ان انت توصل كاس عالم، انت عملت بطوله كبيره وتعبت فيها واجتهدت. لا اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، ولاعيبتنا لعيبه رجاله، واتمنى اللعيبه اللي هي اخذت فرصه دي تمسك فيها ما تسيبهاش. اتمنى ان شاء الله خط الدوري يكون مركز بشكل كبير، احنا الحمد لله مذاكرين ماتش السنغال كويس، واللعيبه خلاص اتعلمت من الدرس الاولاني، اتمنى لهم طبعا التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب